قصتنا النهاردة عن شخص رجع لبيته عشان يحضر عيد الهالوين مع أهله، ولما رجع للبيت طلع عادي جدا وقضى وقته، والشخص ده كان من عيلة اسمها عيلة ليسك. طلع لأوضته وقضى وقت في أوضته، وبعد كده اكتشف ان هو ما جاش يحضر عيد هالوين عادي، هو جاي يحضر هالوين الموت. اكتشف حاجة أسوأ من أسوأ كابوس كان ممكن يتخيل إن هو يشوفه في حياته. أنا ميرنا بنزل قصص واقعية ومواضيع مثيرة للاهتمام، فلو بتحبوا المحتوى ده اشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وكمان قناتي التانية بنزل فيها قصص رعب وقضايا غامضة، هتلاقوا اللينك تحت في الديسكريبشن. لو ليك برضو في المحتوى ده اشترك هناك وفعل زر الجرس عشان يوصلك برضو كل جديد. مش عايزة أطول عليكم كتير، وخلونا نبدأ في أحداث قضية النهاردة. أحداث قضيتنا النهاردة بتدور سنة 2010 في شمال أوهايو. وشمال أوهايو مشهورة بالمساحات الخضراء الواسعة والمساحات الجميلة والبحيرات الأجمل المشهورة بجمال مناطقها وبالحاجات الكتير الحلوة وكل الأنشطة الكتيرة اللي ممكن تعملها هناك. كمان في شمال أوهايو موجود هناك مدينة ألعاب تعتبر تاني أكبر مدينة ألعاب موجودة في أمريكا. مدينة الألعاب دي اسمها سيدار بوينت. وطبعا بسبب كل الحاجات الحلوة اللي أنا عمالة أحكيها دي، في عائلات كتير جدا كانت بتفضل إن هي تعيش في شمال أوهايو. بس مع الأسف أنا النهاردة لا هكلمكم عن مدينة الألعاب ولا عن المناطق الواسعة والجميلة والبحيرات الرائعة. أنا النهاردة هكلمكم عن مأساة حصلت لعيلة كاملة. العيلة دي يا جماعة كانت عايشة في مدينة مارتن. مدينة مارتن موجودة في شمال أوهايو في الشارع رقم 2 في مارتن. دلوقتي يا جماعة العيلة دي كانت بتتكون من الأب واللي كان اسمه ويليام بيلي ليسك، بس الكل كان بيقوله بيلي وأنا هنديه بيلي لآخر القضية. والأم واللي كان اسمها سوزان ليسك. كمان يا جماعة سوزان وبيلي كان عندهم أولاد من زيجات سابقة. سوزان كان عندها ولدين، ولد كان اسمه ديفن والتاني كان اسمه ديريك. وبالنسبة لبيلي كان عنده ولد اسمه ويليام. بس في سنة 2010 وفي وقت القضية بتاعتنا، ويليام ما كانش عايش معهم في نفس البيت، وده لظروف هنحكيها فيما بعد. الأولاد يا جماعة كانوا العيلة كلها متدينين جدا، وكانوا كل يوم حد لازم يروحوا الكنيسة. والأولاد أصلا كانوا على طول بيغنوا وبيغنوا في فريق الكورال اللي موجود في الكنيسة. كل يوم حد لازم يعملوا كده، وكانوا بيبسطوا جدا لما بيروحوا هناك. الأكتر وقت بقى الأولاد كانوا بيكونوا فرحانين فيه وسعداء فيه لما الأب بيلي بياخدهم عشان يعلمهم الصيد. أنا بتكلم عن صيد الغزلان مش صيد السمك، يعني بيصطادوا يعني حيوانات. والعيلة دي يا جماعة البيت بتاعهم كان واسع، وكان حواليه منطقة واسعة جدا فيها بحيرة كبيرة وفيها غابات، وكانوا المنطقة دي كلها بتاعتهم، وكانوا بيستغلوها احسن استغلال، لان هم كانوا بيستغلوا المنطقة دي ان هم يتمشوا، ان هم يصطادوا، ان هم يعملوا حاجات كتير. والمرة دي بقى سواء صيد سمك او سواء صيد حيوانات، كل انواع النشاطات كانوا بيحاولوا ان هم يستغلوا المنطقة اللي هي حوالين بيتهم واللي هي ملكهم برضو احسن استغلال. وكانوا عايشين حياة هادية وسعيدة، وكل الناس كانت بتغير منهم ومن حياتهم، لان هم كان معهم فلوس، عندهم اولاد، مبسوطين، عندهم بيت كبير بالمساحة دي، والكل كان شايف ان يعني هم في قمة السعادة، مش ناقصهم حاجة. بس زي ما بنقول كده، البيوت اسرار، وعائلة ليسك كان عندهم اسرار كتيرة قوي محدش يعرف عنها حاجة. والأسرار دي كلها اتكشفت يوم عيد الهالوين. وبتبدأ الأسرار من ويليام ابن بيلي ليسك. ويليام يا جماعة مفيش أي معلومات خالص عن والدته، مفيش أي مصدر بيقول أي معلومات عن والدته، هل هي اتوفت ولا هل هو يعني باباه طلقها واتجوز سوزان.
بس يعني من القصة، ولما تسمع القصة كلها الواضح ان هي متوفية. عموما يعني ويليام من وهو صغير جدا وهو بيعمل مشاكل كتير قوي في المدرسة، من وهو لسه في الابتدائي وهو بيضرب الطلبة، بيشتمهم، بيسرق حاجتهم، يعني بيشتمهم بأسوأ الألفاظ اللي ممكن تخطر على بالكم. في الأول لما كان بيجي استدعاء أو يعني بيستدعوا أهله للمدرسة كتير، أهله كانوا بيشكوا إن دي مجرد شقاوة أطفال لا أكتر ولا أقل. بس يا جماعة ويليام وصل لسن المراهقة، واستمر ويليام برضو بيعمل نفس الحاجات، نفس الاسلوب، برضو بيضرب اصحابه في المدرسة، برضو بيشتمهم، برضو بيسرقهم، برضو وهكذا. استمر وضع ويليام يتطور اكتر واكتر، لدرجة ان الاهل هنا بدأوا يشكوا ان لا، الموضوع اكبر من كده. هو دلوقتي وصل لسن المفروض ان خلاص ده شخص عاقل ما يتصرفش التصرفات دي. وبعدين بعد كل ده ويليام بدأ يدخل في مشاكل مع الشرطة، وهنتكلم عن الموضوع ده شوية كده دلوقتي. يا جماعة لما ويليام كمل 15 سنة، في الوقت ده سوزان وبيلي اتعرفوا على بعض. الاتنين كانوا شغالين مع بعض في نفس المكان، والاتنين على طول اول ما شافوا بعض انجذبوا لبعض وحبوا بعض، وزي ما تقولوا كده حب من النظرة الاولى، وكانت علاقة رومانسية. والاتنين كانوا عارفين ان ده عنده اولاد وده عنده اولاد، فما كانش عندهم مشكلة خالص ان هما يعني يعيشوا مع بعض كعيلة، وان الاولاد يتربوا كاخوات لبعض، ما كانش في اي مشاكل في الفكرة دي. بس يا جماعة بعد كده ما عداش وقت طويل، وفي سنة 2001 بيلي عرض الجواز على سوزان، وسوزان فرحت جدا وكانت علاقة رومانسية واتجوزوا ومبسوطين. بس مع الأسف كان في حاجة منغصة عليهم عيشتهم ومكرهاهم في الجوازة دي، والشخص ده طبعا كان ويليام. ويليام اتضايق جدا، وده اللي بيخليني زي ما بقولكم شاكة ان والدته متوفية. ويليام اتضايق جدا من جواز والده، وكان يعني كاره سوزان بطريقة غير طبيعية، كان بيقرف منها، يعني كان بيقولها انه بيشوفها بيحس بالقرف، كمان متضايق من فكرة ان تيجي هي واولادها ويعيشوا يعني كأنهم كده جم اتطفلوا ودخلوا عليه في بيته، يعني ان هم يجوا يعيشوا معاهم في نفس البيت. كان الموضوع صعب جدا، وكان كاره الفكرة، وكان بيعمل مشاكل وخناقات كتير مع الاولاد. وكمان سوزان لما جات للبيت، طبعا كلهم مراهقين، بدأت تحط قواعد للبيت، وهو كان كاره فكرة القواعد. هو طول عمره بيعمل مشاكل في المدرسة وفي كل مكان، طول عمره ما قبلش فكرة ان حد يحط له قاعدة وهو يمشي عليها، فكمان هيقبل قواعد سوزان اللي هو كارهها جدا. فكان بيتعمد ان هو يخالف كل القواعد اللي هي بتحطها، وطبعا ده كان بيخلي فيه مشاكل كتير جدا ما بينهم. بعدين يا جماعة بعد ما عدى سنة على جواز بيلي وسوزان، في الوقت ده تم الاتصال ب911، واللي اتصل كان بيلي، وكان بيبلغ عن ابنه ويليام. اتصل بالشرطة وبلغ ان هم مش عارفين يمنعوه، وان ويليام بيحاول الانتحار. الشرطة طبعا جت للمكان على طول، شالوا منه الأداة اللي كان بيحاول ينتحر بيها، وفي نفس الوقت نصحوا العيلة ان هم لازم يودوه لدكتور نفسي او يدخلوه مصحة عشان يتعالج، لانه واضح ان فعلا وقتها ويليام كان مقرر وكان فعلا هيأذي نفسه، ما كانش بيهددهم او بيقول مجرد كلام وخلاص. بعد ما الشرطة مشيت، مع الأسف الأهل ما ودوش لدكتور نفسي، وفضل عايش عادي جدا، وفضل وقتها حالته دي تسوء وسوء، بطل يهتم بنفسه، بطل يهتم بلبسه، بطل يتكلم مع حد، كان حزين ومكتئب طول الوقت. واضح جدا ان حالته العقلية وصحته العقلية ما كانتش سليمة، بس محدش يعني كان مهتم بيه قوي. ويا جماعة الموضوع فضل يتطور اكتر واكتر، وبدأ ان هو يعني يتطاول على سوزان اكتر واكتر. والوقت الوحيد اللي كان بيتكلم فيه تقريبا هو الوقت اللي كان بيهين فيه سوزان او اي ولد من اولادها، كان بيكرههم بطريقة غير طبيعية. يا
يعني انا اللي مشككني في وفاة مامته ان انا حاسه انه كارهها ان هي جت خدت مكان مامته، لان مامته لو كانت مثلا سابت باباه وسابتهم كان هيبقى كاره مامته، فعادي ان باباه يتجوز بالعكس، خصوصا ان من بداية القصة هو واضح ان هو بيحب باباه جدا. كمان في نفس الوقت لو هي انما لو هي ميتة هيحس ان هي بتاخد مكانها، فدي حاجة تانية. فهو واضح ان يعني والدته كانت متوفية وهو حاسس ان هي خدت مكانها، وعمال يكتئب وعمال صحته العقلية تبوظ اكتر واكتر، لحد ما في سنة 2004 يا جماعة عمل اتخانق مع سوزان خناقة كبيرة جدا، خرب الدنيا، زعق كتير، شتمها، سبها، غلط فيها، عمل يعني عمل حاجات غير متوقعة تماما، اكتر بكتير من اللي هو بيعمله. وفي الوقت ده في وسط الخناقة ضربها في صدرها، ولما ضربها في صدرها وقعت على الأرض. وقتها سوزان على طول اتصلت ب911 وكلمت الشرطة وبلغت عنه، وتم وقتها اتهامه بتهمة الاعتداء، وكان ساعتها عنده 17 سنة بس. لما اتهموه بتهمة الاعتداء ولان هو كان لسه موصلش يعني سن الرشد، ادوله زي خدمة عامة كده لفترة معينة وخرجوه، طبعا لا اتسجن ولا اي حاجة، ورجع تاني يعيش في البيت. بس هي لما رجع يعيش في البيت هي كانت مرعوبة منه وخايفة، بتخاف منه جدا، بتخاف من تصرفاته، ومرعوبة قوي من الطريقة اللي بيتعامل بيها معاها، من نوبات كمان الغضب اللي بدأت تجيله، نوبات غضب وعنف غير طبيعية محدش كان عارف بتحصل له ليه وامتى، وعلى حاجات تفهم كمان. بدأت تحس وتتضايق قوي من قلة احترامه وقلة تقديره ليها، لان برضو مهما كان ده بالنسبة لها زي ولد من اولادها، اللي بيعملوا معاها ده طبعا حاجة تحزن جدا. وفي نفس الوقت هي كانت بتحب بيلي وما بتفكرش نهائي فكرة ان هي تنفصل عنه. وبعد شهرين بس من اللي عمله معاها اتخانق معاها خناقة كبيرة تاني، وفضل يطول عليها بألفاظ يعني بذيئة جدا. وبعد كده راح كان معاه مج قهوة، مسك مج القهوة وراح ضربها بيه، وبعد ما ضربها بمج القهوة وهي تقريبا أغمى عليها على طول، أخد العربية بتاعتها سرقها ومشي بيها. فطبعا هي على طول اتصلت بالشرطة، بس برضو ما تمش سجن ويليام، لأن في الوقت ده ويليام تم تقييمه نفسيا، اتضح ان هو ما ينفعش تتم ادانته او محاكمته، يعني ان هو غير قابل للمحاكمة بسبب يعني مرضه النفسي، وتم تشخيصه ساعتها باضطراب الفصام العاطفي. والاضطراب ده عادة بيسبب هلاوس، بيسبب اوهام، بيسبب اكتئاب، بيسبب هوس، بيسبب ان الشخص تجيله كمية هلوسات غريبة واوهام، يعني بيسبب حاجات كتير جدا كلها أسوأ من بعض. والمرض ده كمان ليه درجات، وواضح ان هو كان واصل لدرجة كبيرة منه، وكانت بتحصل له كل الحاجات دي، والكلام ده محدش كان بيعرفه. كمان بيسبب نوبات غضب، وده بيفسر نوبات الغضب وتغيرات المزاج اللي كانت بتحصل له فجأة، واللي هي كانت بتقول انها مش عارفة ليه بيحصل له كده. وقتها يا جماعة لما رجعت من التقييم ورجع البيت، بابا قرر ان هو يبعده عن البيت نهائي، وقرر ان هو ياخده المكان لإعادة التأهيل، او هو تقريبا كده البيت ده بيكون فيه مجموعة من المرضى النفسيين، ومجموعة المرضى النفسيين دول بيتم علاجهم، ومعروف عن المناطق دي او البيوت دي ان هي بتكون مريحة، مش زي المصحات، لا بتكون مريحة تقدر تخرج. وكمان كانت موجودة على شاطئ بحيرة اسمها ليري، والبحيرة دي كانت قمة في الجمال، فالمكان كان هادي وجميل، وفي نفس الوقت فيه دكاترة هتعالجه. فهو بدل ما يحط ابنه في مصحة، لان فعلا بيلي كان بيحب ويليام قوي، بدل ما يحطه في مصحة وان هو يدخله مستشفى ما كانش عايز يعمل فيه كده، وداه للمكان ده، للبيت ده، وداه هناك عشان يتعالج. وفعلا ويليام بدأ ان هو يتعالج من المرض بتاعه، بس ده ما غيرش سلوكه العنيف ولا غير خطورته على الناس اللي حواليه، ودخل في مشاكل مع الشرطة 3 مرات وهو موجود في المصحة دي بسبب مشاكل وخناقات كان بيعملها مع أصدقائه هناك.
واحدة كمان من الثلاث مشاكل دي كانت خناقة بين بيلي وويليام أبوه، وبرضه تم الاتصال بالشرطة وواضح ان الوضع كان سيء للغاية. دلوقتي بقى يا جماعة اللي حصل ان بعد فترة العلاج بتاعت ويليام ما خلصت، الدكاترة قالوا له لوالده ان هو يقدر ياخده للبيت بس لازم يفضل ماشي على العلاج. ولما رجع للبيت الاوضاع ما تحسنتش، الاوضاع بقت اسوأ واسوأ بكتير، وكان عايش برضو في البيت كأنه عايش في حرب مع سوزان. بس بقى القشة التي قصمت ظهر البعير كانت في خريف سنة 2004. اللي حصل يا جماعة ان في الوقت ده سوزان كانت بتاخد شاور، واتفاجئت ان في حد فتح عليها ستارة البانيو، والشخص ده كان ويليام وحاول ان هو يهاجمها، ويعني لمس اجزاء من جسمها. هي اولا حاولت تدافع عن نفسها بقوة وقدرت تبعده عنها وفضلت تصرخ وخرجت من الحمام. بس الفكرة هنا ان هي كانت في قمة الصدمة وقمة الرعب، ومش عارفة هل هو كان بيحاول يعتدي عليها ولا هو كان ناوي يقتلها. بس من يعني الطريقة اللي هو لمسها بيها سوري، يعني هي كانت شايفة ان هو كان ناوي يعتدي عليها، وكانت فاهمة ان هو او من جواها شايفة انه ناوي يعمل كده مش كاعجاب بيها او كحبا ليها، ده بس يعني اللي هو عايز يكسر عينها من الاخر، او مثلا يبين قدام بابا بعد كده ان في علاقة ما بينهم فتحصل مشاكل يعني بين سوزان وبيلي، وبيلي يطلق سوزان لان ده اللي هو عايز يوصله من البداية. بس يا جماعة طبعا ده ما حصلش، وهي الحمد لله قدرت انها تدافع عن نفسها. وبعدها على طول اول ما بيلي جه للبيت هي حكت له، وطبعا كان في قمة الغضب وفضل يصرخ على ويليام. وفي الوقت ده ويليام كان عنده 18 سنة، وهنا قدر بيلي ان هو يطرده من البيت وقال له انت خلاص عندك 18 سنة، روح بقى شوف حياتك، تقدر ان انت تشتغل وتقدر ان انت تصرف على نفسك، انما انت مش هينفع تعيش في البيت ده تاني بعد اللي انت عملته. بس بعد ما عدى وقت وهو في الشارع وهو ما كانش معاه فلوس والفلوس اللي معاه خلصت، صعب على والده، ووالده قعده في بيت قريب منهم، وكان كل شوية بيجي يزور والده ويزورهم. وطبعا كل مرة كان بيروح فيها كان بيتخانق فيها لازم مع شخص شكل، هو كان عارف كويس جدا ان لا سوزان ولا اي حد من ولادها عايزين يشوفوه اساسا ولا طايقينه ولا هو طايقهم، بس هو كان بيروح يتطفل عليهم بس عشان يزعجهم وعشان يفهمهم ان ده بيته وان هو يقدر يدخل بيته في اي وقت هو عايزه، يعني اي وقت من الاوقات ان هو ما اضطرتش. دلوقتي ويليام كان متابع مع دكتور نفسي عشان اضطراب الفصام العاطفي اللي عنده، بس العلاج ما كانش جايب النتيجة الكاملة اللي كان المفروض يعني يجيبها. والدكتور وقتها كتب ورقة ومضى ويليام عليها بان هو بيقول له، الدكتور بيقر ان ويليام خطر على نفسه وعلى الاخرين، ومضى ويليام على الورقة دي. بتاع الدكتور اتصل بوالد ويليام اللي عمره ما تخلى عنه، بيلي فضل يحب ويليام دايما، وعشان كده الدكتور اتصل بيه وقال له ان هو لازم ابنه يدخل المستشفى، والكلام ده كان سنة 2007، عشان يبقى تحت المراقبة 24 ساعة في 24 ساعة عشان حالته تستقر. دلوقتي يا جماعة بعد فترة بيري ما قدرش يستحمل فكرة ان ابنه موجود في مستشفى زي دي، يعني هو كان يعني معتبر المستشفى حاجة غلط قوي، مع ان يعني لا المستشفى انا شايفة ان هي للعلاج وان افضل مكان ليه ان هو فعلا كان يتعالج هناك، بس لا هو ما كانش عايز ابنه يفضل في المستشفى. قرر ان هو يروح ويمضي على ان هو وصي على ابنه البالغ ويليام ليسك، وان هو هيخرجه من المستشفى. وفعلا قدر ان هو يخرجه من المستشفى، بس ما رجعوش للبيت، لا لبيته ولا يعني لا لبيت بابا ولا للبيت اللي هو كان قاعد فيه. رجعه وقتها وداه البيت من البيوت اللي قلت لكم عليها اللي بيتم فيها علاج المرضى وبتكون اكتر رفاهيه زي مركز اعاده تاهيل. وهناك ويليام فعلا كان بيتعالج، بس المشكله ان ويليام كل ما كان بيحس نفسه ان هو اتعالج خلاص كان يروح موقف العلاج ويروح بقى ايه يدمن على المخدرات ويدمن على الكحول، ويرجعوا يبدأوا يعالجوه من اول وجديد،
وهكذا. وكمان المكان اللي هو كان فيه ده كان فيه مميزات، من ضمن المميزات دي ان هو يقدر يخرج وقت ما يحب، بس يعني يرجع في وقت معين، وكان بيقدر يخرج ويروح يزور باباه في بيته. برضو كانت بتحصل مشاكل كتير جدا بينه وبين سوزان وبين اولاد سوزان. مش بس كان بيتخانق معاهم، الجيران كمان بدأوا يشتكوا، وغالبا في الأوقات اللي ويليام بيروح يزورهم فيها أو بعديها، إن كل شوية حيوان أليف من حيواناتهم بيختفي. فعيلة ويليام كانت واثقة إن ويليام هو اللي بياخد الحيوانات دي وبيقتلها وبيعذبها، وده شيء معناه إن صحته العقلية عمالة تدهور أكتر وأكتر وأكتر، مش بيتحسن نهائي. لأن عادة معظم يعني القتلة بيبدأوا الأول بقتل الحيوانات، ودي حاجة كانت مخلية سوزان في قمة الرعب، لأن هي كانت فاهمة الفكرة دي كويس، إن دايما القتلة بيبدأوا بالحيوانات. وكانت دايما بتحاول تقنع بيلي إنه يرجعه المستشفى تاني، بس بيلي قال إنه مش هيحط ابنه في وسط كل المرضى العقليين دول، مع ان يعني دي مش حاجة عيب للمرة التانية بقولها، المرضى مكانهم المستشفى بيتعالجوا وبيخرجوا، ده احسن مكان. انما المكان اللي هو حاطه فيه ده، انا شايفة ان المكان ان هو يقدر يطلع منه ويشتري مخدرات ويشتري كحول ويرجع يدمن تاني، هو كده كأنه مش مسجون. يعني هو يمكن مشكلة بيلي انه كان حاسس ان ابنه مسجون في المستشفى، ما هو لازم يتسجن لحد ما يتعالج تماما، بس هو ما كانش شايف حاجة زي كده، هو كان شايف ان افضل مكان اللي هو فيه، وما اقتنعش بكلام سوزان ابدا. دلوقتي يا جماعة، بيلي عشان يريح سوزان ويريح اولادها ويريح الجيران، لا حل، الحل ده هو انه لما ابنه يجي يزوره، كان بياخده ويروحوا ساعات يقعدوا ايام ويقعدوا اسابيع في كابينة ليهم. الكابينة دي كانت في مقاطعة اسمها مقاطعة كارول، وكان بينها وبين مارتن يعني كام ساعة، كانوا بيروحوا هناك يصطادوا الغزلان ويقعدوا يتكلموا ويتناقشوا عن حالة ويليام وعن وضعه في المكان البيت اللي هو عايش فيه وعن أصدقائه اللي هناك. ودي حاجة كانت بتشتت انتباه ويليام شوية عن الجزء التاني اللي بيكرهه من العيلة. بس في نفس الوقت بعد ما بيسيب والده بيرجع زي الأول تاني كارههم ومش طايقهم، وحالته بدأت تتدهور أكتر وأكتر وأكتر فوق ما تتخيله. وبدأ هنا ويليام يبقى ذكي جدا، بدأ ان هو يبين قدام الناس ان هو ما بقاش عنيف، سلوكياته بقت طبيعية، ما بقاش بيأذي الحيوانات، ما بقاش بيتعصب، بدأ يحاول ان هو يتعامل شوية كويس مع اولاد سوزان ومع سوزان يعني، ويعني يبدأ شوية كلام معاهم على بسيط، بس يعني مش اللي هو كويس بقى خلاص هنبقى اخوات، لا اللي هو يعني ممكن يرد عليهم السلام او يسلم عليهم حتى كده، ده اخره. بس كان مبين قدام الكل ان هو اتحسن وخلاص، مفيش هلوسات ولا حاجة، فالكل بقى شايف ان ويليام رجع احسن من الاول كمان، وبقى شخص تاني خالص غير الشخص اللي كان مريض والشخص اللي كان في المصحة والشخص اللي كان بيعمل المشاكل. في عيد الهالوين يوم 31/10/2010، الوقت ده يا جماعة كان الكل عمال يحضر اللبس بتاعه، الأزياء التنكرية اللي هيلبسها، الميك اب اللي هيعمله، الحلوى اللي هيوزعوها، وكله كان بيجهز للاحتفال بعيد الهالوين. وفي اليوم ده الساعة 9:30 الصبح، ديفون ابن سوزان رجع للبيت، لأن الليلة اللي قبليها هو كان بايت في بيت والده الحقيقي، ورجع للبيت وطلع على طول عشان يغير هدومه، عشان مش معنى ان ده عيد الهالوين، يوم عيد الهالوين وقتها كان يوم حد، ومش معنى ان هو عيد الهالوين ان هو مش هيروح يغني في فرقة الكورال. فراح فلبس ونزل، وهو نازل ورايح عند الباب الامامي عشان يروح للكنيسة، خبط في ويليام. هو اصلا البيت كان هادي جدا، فهو فهم ان مفيش حد في البيت، يا اما راحوا يشتروا حاجات وتجهيزات وكده، ما يعرفش هو هم فين، بس خبط في ويليام وكان مستغرب جدا، لان عادة هم مش بيسيبوا ويليام لوحده في البيت ابدا، يعني مش مذكور ليه بس هم مش بيسيبوه لوحده في البيت ابدا. فهو استغرب، وبعد كده بص على الكنبة جنبه، لقى ان الكنبة مفتوحة ومعمولة سرير وعليها غطا، فواضح ان ويليام كان مبيت في البيت من الليلة اللي قبليها.
هنا بدأوا يتكلموا شوية، وبعد ما اتكلموا في الوقت ده ويليام سأله: هو انت رايح فين وهتفضل هناك لحد امتى؟ فهنا ديفون بينه وبين نفسه بقى استغرب استغراب غريب جدا. اولا ليه بيسألوا الاسئلة دي؟ ثانيا ويليام معروف عنه انه شخص كئيب وما بيتكلمش مع حد وما بيوجهش كلام لحد، ليه اصلا بدأ كلام معاه وتوجه له كلام واتكلم معاه اساسا؟ هما متعودين حتى ان هما مش بيبصوا في عين بعض، يعني لو عينه جت في عين ويليام بيودي وشه الناحية التانية والعكس صحيح، فليه هو بيسأله الاسئلة دي؟ وبعدين لاحظ كمان ان ويليام باين عليه ان هو مبسوط، ودي حاجة يا جماعة ما كانتش نادرة، دي كانت حاجة مستحيلة ان ويليام يبان عليه السعادة. فديفون كان عمال يفكر في كل الكلام ده في دماغه، بس في النهاية كبر يعني وقال خلاص مش مهم، ورد على الأسئلة بتاعته وتحرك عشان يروح للكنيسة. وصل للكنيسة، بس المرة دي الغناء في فرقة الكورال ما خدش وقت قصير، بالعكس ده يمكن عشان الهالوين فأخد وقت أطول بكتير. بعد كده في الوقت ده هو رجع للبيت بعد فترة الظهر بشوية، وكان حاسس ان البيت هادي، ففكر انه كل واحد مشغول في الحاجة اللي هيعملها والتجهيزات اللي بيجهزها للهالوين، فطلع على طول لأوضته. وبعد ما طلع لأوضته على طول حط الهيدفونز وبدأ ان هو يلعب فيديو جيمز. طبعا ناس كتير جدا من اللي بتلعب فيديو جيمز، الناس اللي بتلعب بابجي، الناس اللي بتلعب الحاجات دي، عارفه ان انت يعني عارفين كويس اللي هقوله دلوقتي، ان البني ادم لما بيحط بقى خلاص الهاند ويبدا يندمج في الفيديو جيمز دي ممكن يعدي وقت طويل قوي عليه وهو بيلعب من غير ما يحس ان الوقت ده عدى فعلا، خصوصا لما يكون بيحب لعبه معينه. وانا شخصيا منكم، انا كنت بلعب بابجي وما زلت كتير جدا، تاخد وقت كتير وانت مش بتحس. فدلوقتي هو فعلا عدى وقت طويل وهو بيلعب وهو مش حاسس. بعد كده شال الهيدفونز بتاعته ونزل تحت المطبخ عشان يشرب، ولما نزل عشان يشرب حس وشاف جوار حواليه ان الليل ليل خالص، وبرضو الدنيا هادية جدا ومفيش اي صوت في البيت، ودي حاجة غريبة، المفروض دلوقتي ان هما يكونوا مفتحين يعني الانوار، يعني عادة البيوت اللي بتوزع الحلوى وكده بيفتحوا النور الامامي اللي قدام البيت عشان الاولاد تعرف ان هما بيوزعوا حلوى في البيت ده ويخبطوا عليهم، وعادة والدته سوزان بتعمل كده، فهو ملقاش حاجة زي كده، الوقت مؤخر. فهنا اخد بعضه طلع خبط على الباب على سوزان وبيلي على باب أوضة النوم بتاعتهم، بس مفيش حد رد عليه، فهنا هو فتح الباب. لما دخل لقى رجل مامته طالعة لبره شوية كده، واللحاف يعني متشال من على رجليها شوية، والاتنين واضح ان هما يعني نايمين. فهو هنا استغرب ايه اللي منيمهم في يوم زي ده وهما بيحبوا اليوم ده قوي وبيحتفلوا بيه، فراح قعد يعني يعمل في مامته كده يعني يخبط في كتفها كده عشان ان هي تصحى، بس هي ما كانتش بتدي اي رياكشن خالص ولا اي رد فعل، ما بتتحركش من مكانها. فهنا راح عمل حاجة تانية، فكر ان هو يشيل الغطا من عليها، فشال الغطا فعلا، وهنا لقى ان المخدة اللي هي نايمة عليها لونها كله متحول للون الأحمر، وأول ما شاف حاجة زي كده قعد يضحك، لأن العيلة دي يا جماعة كانوا متعودين من زمان إنهم يعملوا مقالب زي في بعض زي كده خصوصا في الهالوين، ففكر إن ده هيكون كاتشب أو هيكون حاجة زي كده وإن مامته بتعمل فيه مقلب. ففضل هنا إن هو برضو يخبط فيها ويحاول يصحيها، ولقى إن هي فعلا مش بتتحرك، مسك ايديها رفعها ايديها وقعت من ايده. في الوقت ده فهم ان والدته ميتة وان اللي هو شايفه قدامه ده دم حقيقي. في الوقت ده اترعب وجري على طول وخرج من البيت وهو بيبكي، وعلى طول اتصل بعمته لوري وبلغها بكل اللي هو شافه، وعمته لوري اول ما سمعت منه القصة اتصلت ب911 وبلغتهم اللي حصل واديتهم عنوان البيت. كمان
قبل ما ديفون يخرج من الأوضة كان شم يا جماعة ريحة نحاس قوية جدا، وفضل يبكي كتير وهو قاعد بقى تحت مستني عمته لوري ومستني الشرطة. الشرطة جات وعمته لوري جات، وبس الشرطة يعني وصلت الأول. الشرطة لما جت وصلت للمكان دخلت على طول للبيت عشان يطلعوا يشوفوا الوضع ايه. فطلعوا على طول على الأوضة اللي هو شاور لهم عليها، وطبعا تخيلوا شخص شاف والدته في وضع زي ده، وجنبيها كان زوجها بيلي نايم جنبيها وهو ما يعرفش هو متوفي وكمان ولا لا. هو جري على طول وخاف لما شاف وتأكد ان ده دم حقيقي وان امه ميتة، ما قدرش يتحمل الموقف. الشرطة لما دخلت لقت ان بيلي واضح ان هو في وضع النوم نايم عادي ومضروب 5 طلقات في وشه. في نفس الوقت لقوا سوزان جنبه، واللي واضح ان هي اتحركت شوية من مكانها، يعني تقريبا سمعت صوت وقلقت وكانت لسه هتتحرك، بس كانت مضروبة 3 طلقات في راسها والاتنين كانوا ميتين. الشرطة يا جماعة بدأوا يدوروا على أدلة في المكان، وبدأوا هنا لقوا أوضة بابها مقفول. ولما لقوا الأوضة دي بابها مقفول على طول فتحوا الباب ودخلوا للأوضة، وهنا لقوا ديريك موجود على سريره وميت. بس ديريك ما كانش تم إطلاق النار عليه. ديريك الطبيب الشرعي قال ان تم ضربه بقوة بأداة حادة وأداة تقيلة. مع الأسف يا جماعة تقرير الطب الشرعي أثبت ان سوزان تم الاعتداء عليها بعد وفاتها، وده بيقول لنا ان احتمال كبير ان فعلا وقت ما دخل الحمام كان ناوي ان هو يعتدي عليها. الشرطة بدأت تدور على أدلة في البيت، وهنا لقوا شاكوش او مطرقة او ايا كان بتسموه ايه، وكان عليه دم، وعرفوا على طول ان دي الاداة اللي اتضرب بيها ديريك واتقتل بيها. كمان الشرطة لقت اثار خطوات اقدام في الطين، ففضلت ماشية ورا اثار خطوات الاقدام دي لحد ما وصلتهم لحمام السباحة اللي في الحديقة الخلفية. الشرطة كانت واثقة تماما ان هم هيلاقوا سلاح الجريمة مرمي جوه حمام السباحة ده، بس هم فضوا حمام السباحة كله وما لقوش المسدس اللي تم اطلاق النار بيه. الشرطة هنا بدأوا ان هم يستجوبوا الجيران، وفي جار من جيرانهم قال ان هم سمعوا صوت طلقات نارية الساعة 6:30 الصبح يوم عيد الهالوين، بس هم ما شكوش في حاجة لان هم في مكان قروي وفي صيد كتير بيتم، فما شكوش ان يكون في جريمة او في حاجة شبيهة بكده. في الوقت ده يا جماعة ديفون كان في قمة الحزن وكان بيلوم نفسه جدا ان هو رجع للبيت وطلع ولبس وراح للكنيسة ورجع وقعد يلعب كمية الفيديو جيمز اللي لعبها دي، وهو ما فكرش ان هو شايف ان البيت هادي، ما فكرش يتعب نفسه ويروح يشوف يعني يخبط عليهم او يسأل هو ما فين او يتواصل معاهم او يتصل بيهم، فكان بيلوم نفسه جدا. كمان في نفس الوقت كان متضايق قوي ان هو يبقى قاعد بمنتهى البساطة بيلعب فيديو جيمز ومش شاغل باله بيهم نهائي، وكان بيلعب الفيديو جيمز دي والاوض اللي جنبه فيها باقي عيلته مقتولين، فدي حاجة كانت صعبة جدا على نفسيته وعلى نفسية كمان عمته لوري. الاتنين نفسيتهم كانت متدمرة، كانوا متحطمين. وعلى فكرة ديفون فضل يتعالج نفسيا لفترة طويلة بعد الموضوع ده، بس الفكرة دلوقتي ان هما الاتنين كانوا بيسألوا نفسهم سؤال واحد فقط لا غير: ويليام فين؟ وفعلا كانوا لازم يعرفوا ويليام فين. ليه ويليام مختفي؟ ليه ويليام اتعرف ان باباه اتوفى وما جاش؟ راح فين؟ دلوقتي يا جماعة ديفون بدأ يشك اكتر واكتر واكتر في ويليام. ليه بقى؟ اولا افتكر اللي حصل، افتكر ان ويليام اتكلم معاه، افتكر ان ويليام بدأ يسأله اسئلة، وافتكر ان ويليام كمان كان مأكد وبيسأل وعايز يعرف هو هيرجع امتى، وكمان رجع ما لقاهوش في البيت، مع ان المفروض اللي هو عارفه ان هو كان مبيت عشان رايح رحله صيد مع بيلي. فبدا يشك فيه جدا، وكمان كان سعيد قوي على غير عادته، ودي حاجه كانت غريبه. فهل ممكن يعني سعادته دي نشوه من ان هو قتلهم، يعني نشوه القتل زي ما بيسموها؟
المهم ان ديفون بدأ يشك فيه قوي، وبقى بدأ من جواه يبقى واثق ان ويليام هو اللي عمل كده في عيلته. والحاجة الوحيدة اللي كانت مشككاه في الموضوع ان هو ليه يقتل بيلي، يعني لو قتل سوزان وديريك اوكي فاهمين، ليه يقتل بابا بيلي؟ فدي الحاجة الوحيدة اللي كانت مخلية ديفون مش شاكك قوي في الموضوع. وكمان ليه لما ديفون رجع للبيت ويليام ما قتلوش هو كمان، مع ان هو كمان بيكره ديفون، فليه ما فكرش يتخلص منه بالمرة طالما اتخلص من العيلة كلها؟ دي حاجات كانت مخلياهم مش شاكين في ديفون. والشرطة في الوقت ده كل اللي كانت تعرفه عن ديفون ان هو كان مبيت في البيت الليلة اللي قبلها، لانه تاني يوم طالع رحلة صيد مع بيلي، وان هو بيكره سوزان، وان في مشاكل كتيرة بينه وبينها، والمشاكل دي الشرطة اتدخلت فيها اكتر من مرة. بس هنا العمة لاحظت ان العربية الفورد بتاعت العيلة مفقودة، وبلغت الشرطة على طول، وقالت لهم ان هي واثقة ان ويليام هو اللي خد العربية، لان هو اصلا قبل كده سرق عربية سوزان. كل اللي بكلمه لكم ده يا جماعة يعني بيحصل في نفس اليوم تقريبا، تمام؟ يعني اللي هو صباح الهالوين، طبعا خلص الليل اليوم عدى، انا بتكلم في تاني يوم بعد الهالوين، فكل ده بيحصل بسرعة. هي دلوقتي بلغتهم بكده، وبعدين بلغتهم بالمشاكل وبالخناقات، والشرطة بدأت تربط الخيوط ببعض بعد ما قالت لهم تاريخه المرض النفسي الطويل اللي عنده، والهلاوس اللي عنده، المشاكل اللي كان بينه وبين سوزان، كرهه للعيلة. العمة بدأت تحكي لهم كل حاجة. وبعد ما عرفوا كل المعلومات دي هو بقى المشتبه الرئيسي عندهم. والشرطة يا جماعة ما خدتش وقت طويل عشان تلاقيه. الشرطة يا جماعة لقيته في الكابينة اللي موجودة في مقاطعة كارول، وكمان في كاميرا مراقبة صورته وهو واقف بيشتري ساندويتش وهو رايح لهناك، لقوه في نفس اليوم، يعني أنا بكلمكم على طول في نفس اليوم لقوه. وراحوا لهناك ولقوه قاعد بيدخن، واضح عليه انه هو في منتهى السعادة، والساندويتش اللي هو اشتراه موجود جنبه لسه ما أكلوش. وعلى طول هنا يا جماعة الشرطة قبضت على ويليام ليسك. بعد ما قبضوا على ويليام ما قدروش يتهموه غير بتهمة واحدة بس، واللي هي بتاعت ديريك، لان كان في بصمات ليه على الشاكوش او المطرقة ايا كان بتسموه ايه اللي لقوها. المهم ان هم اتهموه بالتهمة دي، وعشان بس يفضل في السجن لحد ما يقدروا يتجمعوا ادلة اكتر ضده، وبدأوا فعلا يجمعوا ادلة اكتر ضد ويليام. واخيرا في شهر 11 سنة 2010، يعني بعد شهر، قدروا ان هم يتهموا ويليام مش بس بثلاث جرائم قتل، لا بست جرائم قتل، يعني اتهموا بكل جريمة بالقتل من الدرجة الاولى وبالقتل من الدرجة التانية. يعني مش عارفة افهمها لكم ازاي، يعني مثلا جريمة بيلي تم اتهامه فيها بالقتل من الدرجة الاولى وبالقتل من الدرجة التانية، يعني قتل من الدرجة الاولى لان هو كان مخطط للموضوع، واضح انه مخطط ليه من قبل كده وناوي فعلا ان هو ينفذه، وقتل من الدرجة التانية وان الموضوع يكون حصل تلقائي، ان هو بقى كان مخطط، بس برضو ايه موضوع ان هو جه وبات وكده ده كان صدفة، ما كانش مخطط انه يقتل في اليوم ده، فتحكاه يعني كده اتحكم عليه كأنه قتل يعني ست مرات. انا يا رب تكون الفكرة وصلت لكم. هي حاجة في القانون عندهم ان هم ممكن يتهموك بتهمتين، مثلا قتل من الدرجة التانية وقتل من الدرجة التالتة على نفس الجريمة، وده اللي حصل، تم اتهامه بست جرائم قتل. ويعني عايزة اقول لكم يا جماعة ديفون كان في قمة السعادة هو ولوري، لانهم حسوا ان حق سوزان وحق ديريك وحق بيلي بيرجع. بس طبعا هو قال ان هو غير مذنب وانه ما عملش اي حاجة من كل الحاجات دي. طبعا الكلام ده كله كان في جلسة استماع، والقاضي وقتها حط له كفالة 3 مليون دولار عشان ما يقدرش يدفعها وما يقدرش يخرج من السجن. دلوقتي يا جماعة تصور الشرطة عن اللي حصل. الشرطة كانت متصورة ان هو دخل الاول على ديريك قتله بالمطرقة، وعشان يعني ديريك ما يصحاش على صوت طلق النار، ودخل للاتنين اللي مع بعض بعد كده بيلي وسوزان، قتل بيلي الاول وبعدين اطلق طلق التلات طلقات دول في راس سوزان وقتلها. هي كانت حست فتحركت شوية فقتلها على طول، وبعد ما قتلها اعتدى عليها. وده بيبين ان احتمال كبير جدا ان هو مريض نفسي، ممكن يكون كان مهووس بيها من الاول، وانا قلت لكم ان الهوس من اعراض الفصام
العاطفي اللي هو عنده اصلا، ممكن يكون كان مهووس بيها من الاول، ويعني يمكن كان بيحبها وعشان كده متضايق وعايز يبعدها عن باباه، يمكن كان معجب بيها وعشان كده حاول يعتدي عليها قبل كده ساعة الموقف بتاع الحمام، وممكن جدا يكون كان بيعتدي. هي فكرة مقرفة جدا انك تعتدي على حد بعد موته، فانه هو يعني توصل بيه انه هو يعملها، ده معناه انه هو يمكن كان في اعجاب من ناحيته، وده اللي كان قلبه بكره شديد عشان يعني متضايق من فكرة ان هو معجب بيها مثلا عشان باباه، الله واعلم. وممكن كمان في ناس بتقول ان سبب قتله من باباه ان هو كان بيغير على سوزان منه، يعني في اسباب وفي تكهنات كتير اتقالت عن ليه قتل باباه، بس دلوقتي خلينا في نظرية كانت نظرية الشرطة هو قتلهم ازاي. ونظرية الشرطة طبعا في موضوع اللي انا قلته، في موضوع ان احتمال ان هو بيحبها، ده برضو كلام الشرطة، مش يعني مش كلامي انا، كلام الشرطة. بس دلوقتي سيبكم من كل ده، دلوقتي في ولاية اوهايو في قابلية ان يتم الحكم بالاعدام، في ولايات ما بيحكموش بالاعدام، بس في شمال اوهايو بيتم عادي الحكم بالاعدام. وهنا ويليام اترعب لانه عرف ان احتمال كبير هيتحكم يعني عليه بالاعدام، فقرر ان هو يعترف بالثلاث جرائم اللي هو ارتكبهم، اعترف بالجرائم بس يعني مرضيش يقول الدافع ابدا. واظن ان انا هقول لكم نظريات الدوافع، بس هو قال دافع بعد كده غريب جدا برضه هقول لكم دلوقتي. المهم ان هو اتحكم عليه بالسجن 3 مرات مدى الحياة، يعني مستحيل يخرج من السجن تاني ابدا. بصوا بقى الدافع اللي ويليام قاله للشرطة بعد ما خلاص اعترف واتحكم عليه بالسجن مدى الحياة بدون قابلية اطلاق سراح مشروط، بعد ما سمع الحكم قعد يعيط ويبكي في المحكمة ويقول انه ندمان جدا على قتله الاهل، وانه كان بيحبهم قوي وزعلان على اللي عمله، بس الشيطان هو اللي قاله يعمل كده، هو كان بيشوف الشيطان على طول، والشيطان دايما كان بيقول له اقتل اهلك اقتل اهلك، وان هو اصلا كان يعني وصل مع الشيطان ان هو بقى من عبدة الشيطان، وكان مجبور انه ينفذ والا الشيطان هيقتله، هو كان لازم يضحي بعيلته كلها عشان يعني ياخد مكانه اعلى عند الشيطان، ولو ما كانش ضحى بعيلته كلها كان وقتها الشيطان هينتقم منه ويقتله. ده السيناريو الغريب اللي هو حكاه والدافع الغريب اللي هو قاله، يعني من الاخر قال للشرطة ان الشيطان هو اللي خلاه يقتل عيلته. بصوا يا جماعة، في ناس قالت ان فعلا ممكن يكون هو كان بيشوف الشيطان والكلام الغريب اللي هو بيقوله ده بسبب مرضه النفسي، بيشوف هلاوس وبيشوف حاجات، ففاكر نفسه من عبد الشيطان وش فيه شيطان وهكذا، ففعلا ممكن يكون هو فاكر ان هو كان لازم يضحي بعيلته عشان الشيطان. دلوقتي في ناس تانية بتقول لأ، هو كان بيكره سوزان لان سوزان كانت مع باباه، وواضح ان هو كان معجب بيها وبيحبها، وفي نفس الوقت هو كان بيحب باباه بس كان بيغير منه، فبدأ يكرهه ويكره سوزان ويكره ان هو يشوفهم مع بعض، وعشان كده قتلهم. بس مفيش حد بيقول يعني مفيش حاجة تقول قتل ديريك ليه. الاحتمال الاكبر اللي الناس بتقوله انه قتل ديريك لان ديريك كان موجود في البيت، فكان هيسمع الصوت وهيصحى وهيشوفه لما يقتل بيلي وسوزان، انما اهدافه الاساسية كانوا بيلي وسوزان، فقتل ديريك عشان كده. وعشان كده لما ديفون جه البيت هو ما كانش فارق عنده وما قتلش ديفون، يعني ديريك لو ما كانش موجود في البيت اليوم ده هو كمان، وكان مع ديفون عند والده الحقيقي، يمكن هو كمان كان يكون عايش لحد يومنا هذا. فضل مسجون وما اتحكمش عليه بالاعدام، واعترف عشان ما يتحكمش عليه بالاعدام، بس الاعدام فضل وراه، لان في سنة 3 سنة 2015 اخر قرار خده في حياته ان هو يقتل حد كان ان هو يقتل نفسه، لقوه جارح نفسه وميت في زنزانته. بصوا يا جماعة، احتمال كبير جدا يعني ناس بتقول ان هو فعلا كان بيهلوس وبيشوف الشيطان، وان الشيطان في الاخر قال له انه لازم يضحي بنفسه مثلا
يعني عشان يبقى حاجة أكبر، لأن الناس دي بتبقى فاكرة إنها لو ضحت بروحها للشيطان هتفضل بقى خالدة، وهيبقى فيه خلود وكلام عبيط من الكلام ده كله، أو الشيطان هيحرر روحه ويحطه في جسد تاني وينقله من السجن. في أفكار كتير ناس كانت بتقول إن هو ممكن يكون كان بيفكر فيها، وفي ناس قالت إن هو مات من حزنه على قتله لباباه، يعني ان هو زعلان انه يعني لما قعد مع نفسه وقعد في السجن وفهم ان هو كده قتل ابوه، حزنه واكتئابه زاد، وطبعا مرضه النفسي زاد، ومن الاكتئاب والمرض النفسي اللي عنده ده اللي خلاه ينتحر. عموما كل القضايا اللي بتكون بسبب الامراض النفسية بيكون دايما الخطأ فيها من سوء العلاج، الناس دي ما بتتعالجش صح، الناس دي ما بتتبعش صح. بيلي كان بيحب ابنه جدا، بس بيلي غلط غلطة عمره انه هو طلع ابنه من المستشفى. بيلي المفروض كان يسيب ويليام في المستشفى ولحد ما هم يقولوا له خلاص تقدر تاخد ابنك، ما كانش المفروض ان هو يروح يخرجه ويبقى واصي عليه ويطلعه ويوديه البيت تاني، لانه في المستشفى متراقب 24 ساعة، فال24 ساعة، ويمكن المستشفى كانت فعلا قدرت تعالجه وخرج ويليام تاني خالص، مع ان يعني المرض ده علاجه صعب، بس يمكن كانت عالج، يمكن اعراضه كانت قلت. انما ان هو يوديه مكان يقدر يخرج فيه زي ما هو عايز، يقدر يبطل علاج ويروح يجيب مخدرات ويروح يجيب كحول ويقدر يشرب ويقدر كمان يجي يزوره في البيت وقت ما هو عايز، هو كده مش في مصحة، هو كده مش بني ادم بيتعالج، هو كده كان قاعد في مكان كأنه مكان ترفيهي، كأنه حاجز له فندق من الاخر. ده اللي انا فهمته من الوضع، المناطق دي على الوضع اللي احنا شفناه في القضية كأنها فنادق. فيعني انا ما بحبش الوم الاشخاص الميتين يعني، بس المشكلة انه هو فعلا غلط غلط كبير لما خرجوا. لما يكون في شخص مريض نفسي حاولوا تعالجوه، حاولوا تصبره على علاجه، لازم يتعالج، لانه لو ما تعالجش هيخرج يا مكتئب يا حزين، يا هيرتكب جريمة يا هيقتل نفسه، يعني كده كده يا هيأذي نفسه يا هيأذي شخص تاني. فليه وجوده في المستشفى يمكن يبعد عنكم لفترة، بس وجوده في المستشفى ده يمكن يبعد أذى كبير جدا كان ممكن يحصل لناس كتير. وفعلا ويليام لو كان فضل في المستشفى يمكن عيلة لاسكي كان زمانها عايشة لحد يومنا ده. وفي صدفة غريبة بقى يعني القدر، يعني ان تاني يوم بعد جريمة قتل يعني عيلة لاسك، بعد أقل من 24 ساعة بالظبط، سو اخت بيلي البيت في الجراج بتاعها ولع وهي كانت موجودة جواه واتحرقت وماتت. يعني عايزة اقولكم ان ام بيلي وسو عرفت بوفاتهم هما الاتنين بفرق 24 ساعة بس بين الاتنين، ودي حاجة قمة الصعوبة، قمة الصعوبة على ام ان هي تتحمل تعرف بوفاة اطفالها الاتنين ورا بعض في اقل من 24 ساعة. الشرطة قالت ان الحادث غير مدبر، بس في ناس كتير بتقول ان احتمال كبير ان برضو هو يعني اللي حرق الجراج وهي جواه. وايه ايه فكرة ازاي اصلا اتحبست في الجراج؟ محدش كان فاهم الموضوع ده، بس الفكرة ان هي مكانش فيه اي حاجة تقول ان ده حادث مدبر. بس زي ما قلت لكم ناس كتير بترمي اللوم على ويليام، مع ان ويليام يعني انا شايفه ان الكلام غير صحيح. ويليام مشي في طريقه على طول بعيد خالص عن بيت سو واشترى الساندويتش وشافوه، بعد كده راح للكابينه. هل بعد كده ممكن يكون كان قاصد ان هو يشتري الساندويتش لان هو حتى ما كلوش، عشان بعديها يروح يقتل سو ويرجع تاني ويقعد عادي جدا، ما يبانش ان هو يعني راح في مكان اشترى ساندوتش بس عشان يعني يتشاف في المكان؟ والله احتمال، انا ما اعرفش، انتوا قولوا لي رايكم في الكومنتات. عايزه اقول لكم يعني لحد يومنا ده ديفون لسه بيتعالج نفسيا من الصدمه اللي شافها، خصوصا من فكره ان هو قاعد يضحك امه قدامه وهو قاعد يضحك وفاكره مقلب، وبعد كده يطلع دم حقيقي وتطلع الام ميته بجد. بصوا القضيه كلها حزينه وصعبه وتحزن جدا، والقضايا النفسية غالبا بتكون صعبة وبيكون فيها أخطاء كتير من أشخاص كتير. بس أنا حابة أقول لكم ولكل حد وصل معايا لحد هنا، شكرا جدا جدا ليك بجد، بحبكم كلكم، ربنا يخليكم ليا.
ويعني ما تنسوش الدعم بقى واللايك والشير والحركات دي كده، زبطوني بقى، واشوفكم في قضية جديدة. سلام.